السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا عشان تقدر تعمل بيه فيديو، تعمل بيه انيميشن، تحط بيه شخصيات، تحط تعمل بيه قصص، تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا. هو الموقع حتى الآن مجاني، لكن متوقع ان هو بعد فترة هيبقى بفلوس. تمام، طيب خلينا ندخل كده في الموقع. فهو بيقول لك ان انت لازم تعمل اكسبت للحاجات دي، اي اجري. تمام، هو بيقول لك ان انت اكبر من 18 سنة يعني، وان انت موافق على الاتفاقية. طيب خلينا نقول له كرييت. انا شلت اخر واحد دي لان انا مش عايز استقبل كل شوية ايميلات ودعاية وحاجات زي كده. طيب خلينا نجرب نفهم الفكرة بتاعت الموقع. الموقع متقسم لثلاث حاجات. اول حاجة الاوديو، فتقدر تكتب اللي انت عايزه هنا سواء عربي او انجليزي. تمام، وممكن تعمل امبورت الاوديو، مش لازم نفس الكلام، لا انت ممكن تدخل له مثلا صوت اسماعيل ياسين، فهو يبدا يتكلم كل الكلام اللي هتكتبه له باسلوب اسماعيل ياسين. ممكن تدخل مثلا صوت شخصيه مشهوره مسجله معاك، صوتك انت شخصيا يعني، ممكن اقول له ستارت ريكوردنج، فيبدا ان هو يسجل الصوت بتاعي، وبعد كده اي كلام هكتبه له هيبدا يمشيه بالصوت اللي انا اديته له، او ممكن اختار صوت من هنا. تمام، عندي اصوات كتيره جدا، فاقدر ان انا اختار الصوت اللي انا عايزه، ماشي، وادي له اي تكست انا عايزه، ماشي. وممكن هندخل بقى في اللي بعد كده. تمام، ان انت عايز هنا تدي له بقى الشخصيه اللي هتقول الكلام بتاعك، يعني ممكن تقول له انا عايز الراجل بتاع البطاطس، او عايز دي، او عايز ده، او عايز اي حد من الشخصيات دول. ممكن تقول له انا عايز ايلون ماسك. تمام، طيب بقول له اي اجري، وممكن ارفع صوره من عندي تكون صوره موجوده عندي، يبدا ان هو يحرك الشخص الموجود. انا هقول له مثلا بوليس مان. تمام، طيب كده انا جهزت الصوت والصوره برضو. تمام، يبدا بقى يعمل لي الفيديو، يدي الكلام دوت مع للشخص، ويبدا ان هو يحرك الحاجات. لو الشخص ده مش عاجبك هتقول له كرييت تاني، ماشي. بس احنا كده ايه بدأنا. It is not so important to know everything as to appreciate. تمام، ده تجربة للصوت. طيب نبدأ بقى كده نقول له كرييت فيديو، يبدأ بقى يركب الكلام دوت على الصوت اللي احنا اخترناه على الشخصية اللي موجود دوت، بحيث ان هو يحرك الفم. تمام، فهو لسه شغال في الفيديو دلوقتي. المهم ما تحطش شخصية مشهورة، تمام، رئيس اي دولة وبتاع، وتدي له الكلام، لان ساعتها ممكن اي موقع ترفع عليه الفيديو دوت يعتبره تأليف او تعتبره تزييف، فيقفل لك المحتوى بتاعك، لان الموضوع ده انتشر كتير فهم بيحاربوه. انما لو صوتك انت وصورة لاي شخص مش حقيقي دي تعدي، ما فيهاش مشاكل، لان ممكن تكون انت عايز تعمل شروحات وعايز تستخدم شخصية يعني خيالية. ممكن تحط مثلا صورة زي رجل بطاطس، او انت بتتكلم عن حاجه تاريخيه، فتروح انت ايه حاطط مثلا شخصيه مثلا محمد الفاتح وهو بيتكلم وهكذا. فدي تبقى كويسه لو حد بيعمل محتوى تعليمي يخلي الشخصيه تتكلم عن نفسها. تعال نجرب. Community spotlight. See what others have created and remix an existing video to... خد الكلام دوت وركبه على صوت الشخص دوت مع الحركه بتاعت الصوره اللي احنا عملناها. كده احنا مفتوح لنا طاقه كبيره جدا ان احنا نقدر نعمل افلام فيديو كتيره جدا، وهو بيدعم العربي. ممكن تدخل صوتك انت، تمام، هنا يك ان انت تسجل ريكورد في اي، يعني ممكن اقول ايه مثلا ايه صباح الخير صباح الخير صباح الخير، هو بقى يبدا ياخد كل الكلام ده ويقوله بصوتي وهكذا. فدي هتسهل عليك ان انت تعمل فيديوهات كتيره. ده مثلا عمل هو الراجل بطاطس مثلا. تمام، Well, this is really not how I thought this video was going to end. هنا برضه شخصية تاريخية، مش عارف مين ده، بيتهوفن ولا مين. المهم احنا فهمنا الفكرة، الفكرة جميلة جدا ونقدر نعمل منه فيديوهات كتيرة جدا. خلي بالك انت لو رفعت صورة لشخص بجسم كله مش هيخلي حاجة مش هيعمل زوم غير على الوجه، الوجه والكتف هو ده بس ايه اللي هيبان معايا، لان لو حط الجسم كله وهو بيتحرك الوجه بيتحرك مش هتاخد بالك، مش هتبقى ملحوظه، فهو بيركز على الوجه. تمام، فانا هحاول اعمل شويه فيديوهات كده برضه اتسلى فيها النهارده.
blowing up colonies, red coat heads on my list. ده الراجل اهو ماشي. فان شاء الله يعجبكم الموقع دوت.